بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات. تتابع دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإغاثية لدعم أخواننا وأشقائنا في جمهورية سوريا العربية إثر الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من الشهر الجاري. وعليه فقد قامت قيادة العمليات المشتركة ضمن عملية الفارس الشهر الاثنين وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة الصحة السورية بتجهيز طائرة إخلاء طبي مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وعليها فريق متخصص من أطباء تخدير وعناية مركزة ومسعفين وجويين وفنيين، وذلك تمهيدا لإخلاء عدد 10 حالات من المصابين إثر هذا الزلزال لمواصلة وتلقي العلاج في مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة.